عايش في الآيات. السلام عليكم. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة الهراويين. احنا الان معنا هذا الشخص اللي عنده واحد المشكل مع الجيران ديالو، اللي للاسف الشديد الرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سبع جار، وكاد الجار ان يورت. الجيران راه معروفين كيكون بيناتهم المودة وبيناتهم الاحترام، وخصوصا في الاحياء الشعبية كنعرفوا ان الجار بعض المرات كيكون والد، والجارة كتكون بمثابة الام، وكبرنا مع الجيران وكيكون الاحترام. ولكن للاسف شديد القصة اللي غنسمعوا امامنا الان ضرنا في خطرنا، صراع من اجل لا شيء. خليكم معنا نتعرفوا على القصة ديال العلامي مع الجيران ديالو بسبب جزء من السطح. ولهاد المشاكل راه كاينه كثيره في المجتمع ديالنا، كتلقى علاقات كانت جميله وعلاقات بين اخوان كاع وماشي غير جيران، واللي كتخسر بسبب تافه جدا، بسبب حيوط. وفي الاخير الانسان راه غادي يمشي عند الله سبحانه وتعالى وما يدي معاه حتى شي حاجه. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو وقع العلامي؟ كنطالب من المسؤولين ياخذوا لي حقي. 3 سنين وانا في مكرفصه وليداتي في العذاب مع هاد الناس هادو، عندهم نفوذ، عندهم ناس متواطئين معاهم في الجامعة، في المقاطعة، في المصالح. حنا عندنا الله وسيدنا لا كان يشوف فينا، السيد حموشي لا كتشوف فيا. عندي ما نقول لك، هاد الناس هادو حقرة، وليداتي كرفسوهم، كرفسوني 3 سنين هادي، المخزن ما شتش ليا حقي، ما وصلش حتى للمحكمة، درت إضراب على الطعام 26 يوم، ما داروا معايا حتى حاجة. بردوني ولبدوني بشكل مادي ديال انكم جيران، وان هاد الناس هادو طغاو عليا وتجبروا بزاف. واحد كيوقف ليا قدام بابي وكيقول لي غندخل نغتصفك انت ومرتك، كيتكرفص لي على ولادي في الدروج، كيسدوا علينا الباب، كيوقفوا لينا في الدوزيام باش ما نطلعوش حنا للطروازيام. كنمشي انا للمارشي، كيعرفوني كاع الناس، كنمشي للمارشي كندير غارديان، كندير ديطاي، ندير اي حاجه باش يجيبوا لي داتي رزق حلال. هاد الناس هادو كيحضيو لي الوقت ديالي اللي طالع فيه، كيدفلوا لي على وجهي. اي حاجه، اي مسؤول بان لي هادشي في الصواب، انا راني اي حاجه حكمتو عليا ندوزها. هاد الناس هادو كنطالب من المسؤولين وسيدنا اللي كان يسمعني، السيد حموشي يشوف لي حق، باغي حق من هاد الناس هادو. 3 سنين وانا في العذاب، ما كنطلعش للسطح، وانا حدا السطح، انا طروازيام ما كنطلعش للسطح. بلاصتي خادوها ليا، حوايجي لاحوهم ليا، وتسرقوا حوايجي لاحوهم ليا. 5 شهور وانا جارين عليا من الدار، وضاربيني راسي، وضاربيني الفخذي وضلوعي، وعندي اثباتات. والسيد الطبيب الله يجازيه بخير دار لي 15 يوم، وقال لي اعطيني شي حاجه باش نكمل لك، بغيتي شي حاجه اكثر ارى ليا. عطيته 1000 ريال ودار لي 20 يوم بتواطؤ مع شي ناس مشاو معاهم. وهذا الشيء انا مسؤول عليه، ولقيت واحد من السلطه داخل كيهضر مع الطبيب اللي غيكتب لي انا 20 يوم. الا كانت هذه الشهاده، هذا الشيء اللي فيا، وهاد الشهاده كتسعى 20 يوم، فانا الحكموا عليا باش ما بغيتو.
نطلب من المسؤولين الناس اللي وصلهم صوتي ياخذوا لي حقي، بغيت حقي وحق وليداتي. قبل ما تجيونا كنتو جيران؟ كنا قراب وكان وجه اخر، ما كانش هذا الوجه، ما كانش علاقه، واني كان وجه اخر، كنا كنعرفوا بنادم واحد اخر. ومشينا هنايا شويه طغات الماديه طغاو على الانسان وتبدل، والدليل هما دايرين سمياتهم في الحيط، يعني بغاو ياخذوا كامل، وعندهم شكايه سابقه مع السيد اللي باع لينا تحت رقم 876 في 2012. وانت الصح عندك الحق فيه؟ عندي الحق فيه، وعندي مقسوم على اربعه، مقسوم على اربعه. الجهه ديالي هي هذه، وان الناس في هذه الجهه ديال العمران، الناس هذيك الجهه ديال الدروج كتبقى ديال مول الطروازيان، خير مني الا بغيت نخلي كل شيء اللي شي ماكله الماء الصابون ولا هادي تحط. هاد الناس بغاو يديروها كوزينه، مشيت انا عند السيد القائد جريب ليهم، واني ما ريبش 6 ايام كامل حيت ما جاش هو، جوان الاعوان، اعوان حتى هما وليداتي خرجوا لي عليهم، راه المستقبل ديالي ما عنديش. واللي ما بقاش كيمشي للمدرسه، ما بقاش كيدخل ليا للدار. علاش ما بقاش؟ ما عرفش شنو هو كاين هنا، ما بقاش بغى يجي للدار، ما بقاش بغى يمشي للمدرسه، اي حاجه درت معاه وما كيجيش عند الدار، ما بقاش واحد. هذا ولدك؟ ولدي. شحال عنده من عام؟ عنده 16 عام، صغير، عنده 4 سنين، ولا كيشدوا ليا كريز بهذا البخور وهذا الشيء اللي كيدار في الدار. شمن بخور؟ كاين بخور كيدار في الدار، وكاينين السيده كتمارس الشعواذه، ومعروفه على الصعيد الحي اللي كان فيها واللي كنا فيها، والناس المسؤولين راه عارفين هذا الشيء وكيتواطئوا. كاينين الناس الشرفه وكاينين شي وحدين وبلاصتهم كاع ما كاينه في السلطه، ولهذا انا كنتحمل مسؤوليتي على هذه الهضره. انت درت اضراب على الطعام؟ ودرت اضراب على الطعام 26 يوم، ومشيت عند القبطان وقال لي سير كول غيكون الخير، ودار لي هوت بارلور مع السي لاجودان، ولاجودان دوز كلمته بحال شربت الماء وخلانا هكا. انا من 2017 الاخر ديالو وانا كنتكرفس بحال ما هكا، كنت خدام، كيوصلوا عليا حتى الخدمه في السعاده، كتهدوني. عندي رئيس الشغل اللي هو الشاف شاهد، عندي النمر ديال التليفون ديالو، عندي النمر ديال لاكارت ديالو، عندي سميتو وكنيتو، يعني شاف الناس كيدخلوا حرموا عليا ديك الخدمه. ودابا حاليا ملي كنمشي للمارشي كنجيب خبيز حلال لوليداتي نوكلهم، حدي قدي ما زادت عيشة حاجه 3 سنين هادي. يعني انت عايش هاد الجحيم بسبب السطح؟ جحيم ماشي سبب السطح، هو قبل منه كانت شويه الحقره غبانت السطح، لانهم هما عندهم جوج ولاد كبار وعندهم بنت كتفل عليا في وجهي، والناس كيعرفونا طالع لداري كتفل عليا في وجهي. استاذ سبب الخلاف علاش انا نمشي عند القايد ونقول ليه بغى يديروا سكنه يديروا فيها تشوافت من الاخير، يديروا فيها تشعوات. هذه انا كون جاوا على الاسكان انا راه عندي 96 متر ولا 92 متر غيتكون معايا واحد فيهم، واني هما بغاو يستغلوها استغلال خاطئ، والسلطات ما عارفينش هذا الشيء، وتا واحد ما جا دار لي معاينه او شافني اش دارني او شافني. كنمشي للمحكمه كيصيفطوني لمصلحه الدرك الملك. هذه هي اللي تريبات هنا، هذه هي اللي سبناوهم وتريبات. فين ما تنمشي تيصدوا الباب في وجهي. دابا اللي تنبغي انا، اللي بغيت انا، كنطالبها بحقي وحق وليداتي، داك الشيء اللي داز عليا. ربي راه كبير، الله سياخذ القصاص، وبغيت حقي من المخزن، بغيت حقي يتخاد ليا بالمخزن، والناس اللي متواطئين حتى هما بغيتهم. حيت دابا علاقتك مع جيرانك؟ علاقتي مع المشاكل، علاقتي مع جيراني اخرين مزيان مع هاد الناس؟ لا، حيت كنقول لك انايا كنطلع كيتفل عليا المراه في وجهي، وكتفل عليا بنتها في وجهي، وولدها كيبرك ليا في الباب تيقول لي غنغتصب كتا ومرتك. هادي الله راه مطالع، انا راه الناس كاع اللي كيشوفوا غيشوفوني يعرفوني، انا راه ماشي قد هادشي، انا نتحداهم. واني اللي دخلت المخزن، دخلت اول دخله مشيت عند القايد
جا ريب ملي ريب القايد جا السيد بدا كيضرب في الباب بالحجر، راه هرسو راه مارس عندي الباب. اذا دابا انت المشكل اولا هذا الصراع بدا ملي هاد الناس بناو هنا بالراكه. مشيت انا مشيتي عند القايد، مشيت عند القايد ماشي بلغ، مشيت عند القايد كندوي على راسي، يعني الا بغى يبني يبني، واني خلي ديك الجهه ليا ولا للعموم، غتبقى ديك الجهه ما يديرهاش هو كوزينه، ما عمرها كانت وما عمرها غتكون. حنا ما غنبنيوش كاملين وغنبقاو بحال هكا ويبقى هادشي مزيان، وليداتني طلعوا يلعبوا وما مانع ليا السطح وما مانع ليا لتحت، لتحت قدام بابي كاينه واحد شوي ساعه فين يلعبوا الدراري، كعمروا لي طوموبيلات، طوموبيل تولدهم وطوموبيل تولدهم اخرى وطاكسي ديالهم، يعني ما بقيناش نهار الحد اللي كيلعبوا فيه الدراري وكيريحوا من الدراسه ما كنلعبوش حنا تما. واخا العالمين شنو النداء ديالك؟ النداء ديالي هو الا شافني سيدنا الله ينصره وانا كمزاو باغي حق، الحق ديالي رجع ليا، تضربت في ضلوعي، تضربت في راسي وما خديتش حقي، تضربت في فخدي. ما حاولتيش انك تكريها وتحول او تبيع؟ ما عنديش اختي باش، واكثريه الا ما كانش عندك الخوت، لما كانوش عندك الخوت وما تركوا الوالدين ما عندكش فين تصد الا لسيدي ربي الا الله، كنتوكل على ربي وكنفيق مع الربعة الصباح وكنمشي نجيبو ليا شي خبيز حلال، وبغيت دابا من المسؤولين ستي الحموشي الا كنتي تشوفني راه عندي ما يتقال بزاف، هاد الناس ما بغيناش نشغلوهم ما بغيناش نديرو لهم مشكل، عندي بزاف ما يتقال، والله يرحم الوالدين والسلام عليكم.